صباح الخير الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. تحياتي لكم اخوتي كاملين في مكتو، داخل ارض وطن خارج ارض وطن، تحيا الرجال في مكانو. المهم الخوت، مباشره من سوق ثلاث انتم كتشوفوا، الحمد لله طاحت واحد الشتيوه، هذا من فضل الله يا ربي هزنا هذا الوباء هذا خوتي، رجعوا غير حياتنا الطبيعيه. توحشنا ايامات الشتاء، توحشنا ايامات البرد، الحمد لله شوي شوي كتحس الحاله الوبائيه ديالنا ديال البلاد. ان شاء الله اخوتي غيتحيد هادشي كامل وغادي يرجعوا المواسم وترجع النشاط وغيرجع كلش كاع اخوتي داك الحوايج الزوان اللي كانوا غادي يرجعوا ان شاء الله. المهم الخوت، مباشره من سوق ثلاث ان شاء الله عاوتاني غادي نبين لكم شنو داخل اثمنه، اي حاجه البيع والشراء، الناس الحريفيه، شي حوايج اخوتي غادي نسولهم ان شاء الله. انتم اخوتي كتشوفوا تقريبا الرحبه ديال الخيل ديال السلاحات مازال خاويه، والرحبه اخوتي ديال الكارو، الرحبه ديال البغار، الرحبه ديال الحمير راه عامره شويه. وبالنسبه اخوتي الرحبه ديال البقري كتلقاوها ديما عامره، ديما تبارك الله الرحبه ديال البقري في سوق ثلاث كتلقاوها عامره، اللهم بارك اللهم بارك اخوتي. المهم الخوت، دابا غادي ننزلوا من الصور باش نحاولوا مثلا نبارطاجيو معكم هادشي اللي كاين. وكيف القاعده الخوت، ما تنساوش اللايكات، كومونتير، البارطاج، خلونا اخوتي شي كومونتير زوين كيف وجهكم الخوت. وتحياتي لكم، الانسان اللي كيقدروا هاد المجهودات اللي كنديروا هما اللي غيكومونطيو لنا وغيشجعونا. تحياتي لكم اخوت. كيف ما كتشاهدوا الاخوان، غادي نبارطاجي معكم هاد الزرقاء اخوتي هو الاول. هانتوما الخوت، هو بدا كيحفر. صباح الخير خويا العزيز، كيصبحتي مزيان؟ كلشي بخير؟ الحمد لله. الله يحفظك خويا العزيز. شحال سامع خويا هذا؟ شحال؟ مازال على الله. كاينه شي كارطه ولا لا؟ لا ما كاينش، ما كاينش. خويا قول لي انت يا شحال، قول لي انت يا مالك؟ عندي انا كنقطع بشحال هذا؟ امازيغ دوريجين. امازيغ دوريجين. راه مولا والقضيه. شحال عنده في العمر هذا؟ شي سبع سنين. سبع سنين تبارك الله. لا مالك تصفاصف. تصفاصف. هانتوما خوتي كتشوفوا الزرق زوين تبارك الله، كيبان حار بالنسبه للطوله ديالو مناسبه، فيه الطوله ديال العرب بربر خوت، وراه فيه الجمال. ما عندوش الوراق، العمر ديالو سبع سنين، النواحي ديال الصفاصيف. هانتوما خوتي كتشوف، قال لنا خويا غير يمشي شويه لين شوفوا. الله يرحمك الوالدين الله يحفظهم. بينوا غير المشاهدين المشيه ديالو باش يعرفوا شنو كاين.
سير معاه شويه بشويه، سير معاه شويه بشويه، سير سير قودو شويه. واش حال بيت لعبني شهر ودابا؟ مليون داك ما يدير. اه؟ مليون لا. ايديك اصاحبي واش كاين شي هضره ديال المعقوله غنكون تما. الله يسخر اخويا. الله يسخر اخويا. انتم اخوتي واحد الجدع. اه؟ لا لا ما تضربش ما تضربش ما تضربش ما تضربش. اسمعني والله واش امن عليا الاخر تعلم. اه عمر. هذا شحال عندي وشحال قول لي هاك الله يربح لك شحال قول هذاك ديال هذاك هضر هضر هذاك ديال هذاك شوف تقول لنا جدع نصوروا غير جدع بعدا غير يشوفوا الناس سير سير هو الناس ها انتم اخوتي واحد يخسر عليك غاشيم واحد جدع شخم هو شحال شحال شوف مني فلاش ولا فلاش راه مره ما مرقش سبع سنين سبع سنين ياح 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 يا سبع سنين مرحبا هذا عندي وكيف والحاضر هو هذا كان الكاميرا انا كنا نجم ولا انا نجيب لك الورقه دابا هي عندي في الكاميرا غا بقات في الكاميرا ما بقاتش اللي يشدهم لي لا بلا ما تجيب الفلوس خدي غير القهوه شنو 22 لا ما نبيعوش 22 ميده اه واش دي يا حميد شحال اخويا حميده شنو علاش واش اسمع ليا والكرسي اسمع ليا مزيان تيقول لك لا بغيت تشري الدار خصك تخسر الجار مرة ما اختاريت ولا جرى والو والله ما كاين حتى 10 عندك هي راه 40000 الله يربحها راه عنده 6 شهور بالوراق ديالو 23 راه عنده 6 شهور بالوراق ديالو اخويا بزاف عليا الملكيه هي ماشي العرشيه بلا ضرب بلا ضرب صغير اللي جاك كيضرب وي واحد دبو مسكينه صح غير الحاجه بعد اللي فيها في الفم ربعي لا مو كان في شيء لا لا والله ما اسلك والله ما قلت لك تبيت والله ما قلت لك واخر تم شحال ها حميد اخر تم اصل مو يلا شحال 36 البيع ديالك بزاف بالقانون متيتر وشريف هذا عنده الشهر يجي من وجده شدد ولاده الدري كيتكون في كرسي ولكن جدع ديال 100000 ولكن هاد الديفو اللي كاين شنو هو الديفو؟ فمو اخو منيش يلاه عاود عاود ولو كاك هز وش بين وبين الديفو ولو كاك نديو عزنا مرابا كياكل في اللحم عنده ولكن هذا اللي داه كيدير خير واجر وكل شيء دابا اش درتي لي انا الله يربح لي هذا ساعه مش ساعه لا انا بزاف لي 22 22 ما نبيعوش ساعه صاحبي 16000 واش باغي تصير نسرحوا ولا اه ما تسرحش شحال الخوان ضربك الحمد ويا في الفرنك والفلوس منين جايه واسمع وهذا راه راه شحال وقعنا الورقه راه بحال الورقه والرئيس والرئيس ما بغيتينيش وهذا راه صيرنا غا مع الشاد ما فات باش وصلنا شفنا وجهنا الله يكرمك شري بالمعقول نبيعوك جدا ما بغيتيش اخو كمل القرايه ديالك شحال تتي حميد 16000 اه او 22 الصباح او 22 باغي فيها 40000 لا لا بزاف شحال باغي فيه انت وحنا قلنا لهم 50 عيط 10 عيط 10 على وجهي شد 40 سير يا سيدي صافي عيط 40 سير وجهك وسير خلي عيط 40 عيط 40 ماشي تيك توك وي اسمعي نزل عمر له الدار تحيه الرجاله اسمعي فين ما كانوا يا ربي الله يربي شنو ما والله يربي المرجع صاحب الله وكاع غادي تزيد الفلوس صاحبي لا ما يزيدش غادي تزيد الفلوس لا بارك الله قضيه عيان اخي اسمعي شويه ورا فين القضيه عيان الله يدير الخير لا العربيه عزيز علينا الله يدير الخير تيقول لك لا بغيتي تشري الدار اختار الجار انا اختار العربي راجل صبار هذا هو اللي كاين الله يستر ها سامس الراجل شنو اخويا قول الحقيقه لا دابا عليه الجدع هو اللي مع هذا الجدع العربي اه بيع عليه الوراق دوريجين زوين زوين حمد الله هو العربي العربي هو براسو عنده الوراق راه هو بوراق وكيفاش كان بوراق وكاع ما نوقفوا معاه هنا تلاقى سيدي ما شرش الله حامل لما زدتي تكون زيد على وجه خي اسماعيل والله تنزيد هو العربي بوحديته شحال عندها السلعه بيدي شحال؟ فين اللعبه صاحبي شحال؟ عندها 16 شهر 16
السلام عليكم. قول لي مشاريع دور السي احمد واش عيان؟ الله يحفظك ليا والله الا الله يخلي ديما الحاله زينه. وي السوق اخويا اللي عيان اخويا هو اللي شحال عنده في العمر شحال؟ خويا راه 2 عطاو 110 نوض لنا اخويا احمد نوض لنا شي نوضه تكون مزيانه سير كاين دا خويا محمد كاين دا ها ها هو كيحضر عاوتاني سالم من كاين دا وفي ميدير شحال سامع اخويا احمد هذا الصباح هذا 110 عارف الله 110 انا قال لك مزقيط يحصر شي قهوه جبيلو صافي ها الميساج ديالك وصل اخو مزقيط الله يسخر اخويا عمي شوف شوفوا اخوتي هذا الزرق هذا سولوا مولاه شحال عطاوك اخويا 55 اش داير في الفم هذا شحال عنده في عمره جاب جمهور ها انتم اخوتي عاود جامع بطيه فيه 55 الله يسخر المرضي شوف المرضي اش بغات تسنى تطلع عليك الشمس كنا نعطيو نعمرو ما كاين لاش كاين الشمس يا حميد اليوم والو كاين الغياب انا خويا مرحبا رجل كريم كاين ما تلقاش 100 ولا مشي 40000 الله يسخرك بغينا 120 صافي بغينا 120 اخويا شحال؟ قال لك عطوني 60 قلت له بغينا 120 بزاف تحضر المنجل حضر ورصاصة نبيعو نشري وعادي نبيعو له البرقيون بصح خير اصحاب ستيم وكاع ما بغاش تفرقوا معايا تفرقوا مع حميد اصاحبي هبلنا انت مرضي قول مرضي يا عمي يلا غتقاد معايا شوي غتريقل معايا شوية شحال عنده عمي في العمر بشحال؟ سنين وي شتي هاد مرايدين الوالدين شوف شتي هاد الحاج الزين لا راه جاي العمر عارف الناس راه باغيين نعاود ان شاء الله مرحبا دار معاك الله يخلي له عادي الله يسخر لك كل شيء اللي كومبلي عمي الحاج لا ديال الجواد ديال الجواد باين داك الشيء الله يسخر ولا هنا اللي عجبك نديك باش ما بغيتي غنديك صافي الله يسخر حيد حنا صادقنا كتبيع علينا علينا الزموري تعاود المريض نحيدو لك عاد شويه هاي نحيدو لك عاد لا غنحيدو لك شحال هذا؟ شحال بها هو؟ شحال هذا؟ 120 شحال هذا؟ 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 قول لنا شحال بيع؟ شحال بيع؟ بغيت غير 4 شنو 4؟ 4 دولار هذا ولا هذا؟ ها انت وياه شحال هذا؟ شحال هذا؟ عطونا 34 320 ولا يجيب نجيب هذا الله يربح 40000
رواد طوالي شنو تشوف دابا انت؟ رواد هو اللي اجي عندك 34 هذا شحال؟ ضرب يا خي الميكاغات ديروا الميكال الشتاء راه 36 اسمع حمود شنو قال لك؟ حمود قال لك دير الميكال الشتاء 36 خلي السيد يعطي الفلوس عليه اه الفلوس اللي عليه الشيطان الله يهديك 20 درهم واه جا روح عندك صافي صافي نجيب 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 هذا بغا يعجبني اكبر قيد الله ما يسال فيه كشو رقم مين الاول هاد رشيد سير على الله رصه ها رصه انت غير تدخل جا كتقول عليها رصه لا راه شفتك اخويا حاضر في الانستغرام عاوتاني داك الشيء ديال الخويلات وكذا احنا شفيه البلاد ضروري اخو مزيان شفيه البلاد شحال اخويا عنده لك شحال الطاطا ديالو العزيز هذا طلب لنا كارت اخو العمر السميه ديالو اخوتي هاهي والكارو انتم اخوت 29 صفر 3 2018 الفي ديجري ديالو اخوتي ها هو شارجي اتابا امو اه هي الاب الام الجدود الجدود ديالو وانتم تقالي فاكسان ديالو انا تيتر جوج مرات تيتر ما ديالو شارك التقويده تبارك شنو دار في التقويده دار 18 18 شنو تبغى عاود مشي عاود مشي عاود مشي سير ما تضرب ما والو اسي ابلخف 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 تبارك الله شحال سامي هذا شحال هاولا 100 كاينه دابا الحبيب وانتم اخوتي عاود شخم وفين اخويا قال لي دابا ماشي هو ما جبتي سير لاحظك اخويا امين امين شوف من وجده بالورقه ديال انا شويه نوريك ورقه ديال مرحبا شحال شرح عندي عنده شي 14 شهر ولا المهم تحيه للعزيز تحيه للعزيز اللي كيسول فيا وكيسول في التيك توك ويجي من النرويج باش يتفرج فيكم ويجي عندي امين مرحبا مرحبا الله يلا مرحبا نخرا قبلين راه شلحي بير فيه أوجوكم اللي جابتني هنا شكرا بزاف اخويا على الزياره والله الا بزاف الله يحفظك اخويا شكرا اخويا بون شانس شوفوا اخوتي هذا الزرق هذا السلام عليكم دير اخويا هادي شحال سامع اخويا شحال 5000 درهم 500 اورو الخوت 100000 ريال 5000 درهم اللي عطاو هاد الصباح هذا عندو شي كارطه ولا لا عنده عنده شحال عنده في العمر 10 سنين جامع ولاعب ورايد كلش الناس قنعات الناس قنعات اخوتي السوق ما داير والو الناس قنعات الله يجيب التيسير الجميع انتم الاخوان بالنسبه لاي حاجه كتكون في السوق كنبارطاجي معكم سواء كانت خير رقيقه سواء كانت خير غليظه خير مليحه يعني جميع الفئات اخوتي راه خصني نبينهم باش حتى الناس يستافدوا ويعرفوا شنو كاين
تسولو هاد عزيز هادو شحال عطاو في فجوج ديال الخيط؟ شحال خويا عطاوك فجوج ديال الخيط؟ 44 44 عندك 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 زيد 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 44 وهذا 42 42 اش دايرين في الفم هادو؟ هذا الجمع الاول 5 سنين جوج و 50 5 سنين الركوب ناضي ناضي كاينش غرام ديال اللعيب لا والو انه واحد يدير من سيدي قاسم سيدي قاسم واحد يدير سيدي قاسم ونتوما الخرج الله يسخر لك العزيز الله يعزك و يسهل عليك لا كامل غادي يحتاج اخوتي شي حاجه راه كاين ونتوما السوق راه ما داير والو الخوت السوق ما داير والو السوق خاوي ما داير حتى حاجه الشيء اللي عطى الله الخوت كتشوفوا واحد العوده دهما دخلت للسوق غنسولو مولاها شحال عندها في العمر عمي هذه بشحال 6 سنين 6 سنين الخوت هانتوما راه والده خوتي جدعاب غلاي هذه بنت اخوتي سولتهم علاش بعد تواش بشي عاود قالك ما كتبش داكشي نيت بالنسبه اخوتي الكولور ديالها غير بالنسبه غير الشمس الشمس هو اللي كيعطي هذا الكولور هذا ملي كتكون تقريبا العوده في شي بوكسه كتحافظ على الكولور ديالها الاوراق ديالها ما جبتيهمش اقيل ما جبتيهمش عندها اوراق بعدا ياك دوريجين دوريجين جيب لك الوراق مرحبا مرحبا ما تدمش حساب الوراق عارف عمي شنو كاين لعيب شعره ما كاينش ما كاينش لعيب والبارحة يجو دار دوار جديد بيته بالعلم وانتم اخوش كاين لاكاس ديالها كاين كلشي شحال شري عطاوك عمي فيها؟ عطاهم 120 جوج 120 جوج 120 قلت لك شاولا بسيت ديالنا ما قديت ندوز على شي مهمه بغيت مش بحالي ودابا حنا عمي غا كنصورو حتى الا بان شي عشاق راه غادي نتواصلوا معاكم هذا الشيء اللي كاين حتى حنا راه سبب مرحبا بك الله يحفظك حتى حنا راه غا سبب وصافي مرحبا بك الا جاب الله شي واحد شباب من بعد راه غادي يتهلا فيه اكثر منكم حتى نتوما كاين اللي كيشوف شي مليح بحال هكا راه كيبغيه دابا حنا بغينا نشوفوا في قسمتو ديالها شنو فاش غنمرحبا نوريك عمي نوريك كلشي